بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الجزء بتاع الصف الثالث الإعدادي اللي هو جزء المهارات، الجزء الثاني اللي هو بداية من صفحة 35 لحد 52 اللي الناس طالباه في التعليقات. إن شاء الله هنحاول نجاوب الجزء ده على الوحدات. طبعا بيقول لي سائح في مركز الاستعلام السياحي، بيقول له اكسكيوز مي، وسأله سؤال، قال له اقترح انك انت جو ويندو سيرفينج ان ساوث بيتش. فهيقول له ايه بقى السائح، هيقول له ايه، علشان قال له اي سجست ذات يو جو ويندو سيرفينج. طبعا هو طبيعي هيقول له حاجه، بعدين هيقول له ايه، وات دو يو سجست، ماذا تقترح. فالسائح هيقول له ايه الحاجه دي بقى، هيقول له اي مثلا وونت to do sport، انا عايز امارس رياضة. بعدين يروح سأله بقى what do you suggest، يعني ماذا تقترح. تمام، قال له اقترح عليك انك تروح الويند سيرفينج في الساوث بيتش. فالمهم سأله سؤال، قال له the best way to get there is to take a bus. يبقى هيقول له ايه هنا بقى، فيك طبعا كذا طريقة، ممكن يقول له how can I get there، ازاي اروح هناك. تمام، اما انا ادور على الجي، ازاي اروح هناك. وممكن يقول له ايه بقى، what is the best way to go there، يعني بنفس الطريقة. فالمهم قال له ايه، انك تروح بالباص. قال له تترشح لي ان انا اروح في الصبح ولا في الظهر. فقال له حاجة، قال له where do you suggest that we stay. فهيقول له مثلا in the morning، يختار حاجة من اللي موجودة هناك، خليها في الايه، في الصباح. ماشي، بعدين قال له where do you suggest that we stay at south beach. هيقول له مثلا no at you look at this guide book. فهيقول له هنا مثلا ايه، I suggest you look، I recommend اي حاجة من اللي فوق بقى. تمام، يقول له مثلا I suggest. طيب نيجي بقى للي تشوز، بيقول لي هنا بقى when you go diving، لما تروح للغوص you not tell people، طبعا هنا لازم تقول للناس انت رايح فين. you not swim too far، طبعا هنا ما ينفعش تعوم في مكان بعيد، يبقى shouldn't. you not look out of dangerous sharks، هنا يجب بقى انك تحترس من اسماك الايه، من اسماك القرش. you not go diving if the weather is bad، طبعا you shouldn't، ما ينفعش تروح لو الطقس مش كويس. تشتري كتاب ارشادي قبل ما تروح السيتي for the first time، طبعا لازم تشتري كتاب ارشادي عشان يوضح لك. بيقول لي بص على الممتلكات بتاعتك، you not leave them on the bus، ما ينفعش تسيبهم في الباص. بعدين you not always carry your passport with you، يبقى هنا لازم تشيل الباسبورت بتاعك معاك لما تروح اي مكان. الصفحة التانية، طبعا هي كل الجمل دي مش هتيجي في الامتحان بتاعة القواعد على هيئة تشوز، ولكن هتيجي على هيئة ري رايت. فعشان كده احنا مش هندقق عليها قوي. هنا بقى you should answer، يجب ان تجيب. what time does it become not in the morning، طبعا what time does it become عايز يقول لي مضيئة يعني، فاحنا هناخد كلمة light اللي هي مضيئة، وهيبقى معانا برضو كمان كلمة شاين اللي هي مشرقة. فهو بيقول لي بقى what time does it become not in the morning، طبعا اكيد هناخد شاين علشان تبقى مشرقة فين، في الصباح. I am very happy to hear، انا سعيد ان انا اسمع انك انت going to visit England، طبعا in the summer، في الصيف. you should not some، طبعا هنا should هتاخد المصدر، يبقى لازم find. the best place، لازم تاخد to المصدر بعدها، يبقى to try. لو انت ما تعرفش ازاي تلاقي مبنى، يمكنك ان تسأل عن الدايركشنز، الاتجاهات. الجملة دي مهمة وبتيجي على طول. I not you that you first visit London، طبعا هنا advise بالاس علشان انصح. you not stay under water for too long، طبعا هنا ما ينفعش انك تقعد تحت المية كتير، الاحسن تموت. مركز الاستعلام السياحي بيدينا نقط عن what in the city، بيدينا ايه بقى، بيدينا guide book، كتاب ارشادي.
we had good نقط نقط to find is easily يبقى معانا direction اتجاهات كويسة عشان كده عرفنا نوصل. You not go diving if the weather is bad طبعا لو الطقس سيء ما ينفعش انك تروح. بعدين you not always carry your passport with you when you are traveling because people sometimes want to check it طبعا هنا بقى ايه لازم تشيل الباسبورت بتاعك طبعا نفس الجمل اللي احنا حليناها هناك. We worked for 2 hours اشتغلنا لمدة ساعتين بعدين اخدنا ايه اخدنا بريك اللي هي راحة. سهى بتتكلم عن قصة قريتها مع صاحبتها فبتقول لها صاحبتها هالة does this story not you frightened طبعا هنا عايزني اكمل الالفاظ بتاعت المحادثة فهتبقى make you feel make you feel هل القصة خلتك تشعري بالخوف فهترد طبعا وتقول لها no it makes me feel sad خلتني اشعر بالحزن. سألتها سؤال تاني قالت the end of the story makes me feel happy تمام فانا هسألها اقول لها ايه what about the end of the story ماذا عن نهاية القصة او did the او do the end of the story make you feel happy قالت لها فانا اسأل احسن بايه بهاو about اللي هي طب ايه رأيك في نهاية القصة how about the end of the story تمام قالت لها خلتني اشعر بالسعادة قالت لها طب شعرت بايه لما عندك امتحان طبعا لما يكون في امتحان يبقى انا I feel nervous بشعر ان انا nervous شوية تمام الحاجات دي ممكن تيجي في المواقف برضو لازم ابقى عارفها. طب بتشعري ايه لما بتتكلمي انجليزي دلوقتي فهتقول اكيد ايه I feel happy بشعر بالسعادة لانها بتستمتع بيه. هنا بقى الجمل كلها بتاعت الفيو فيور دي مش هتيجي على هيئة تشوز فاحنا هنسيبها لانها هتيجي على هيئة الرايت على حسب المواصفات الحديثة. هنا بقى في نقط ستوري الفراعنة يبقى دي هيستوريك طالما بتتكلم عن الفراعنة. الحاجة بتاعت الكتاب دي نيو هالو يبقى ده التايتل العنوان. هنا بيقول كنت عايز اشوف الفيلم ده لان الريفيو المقالة بتاعته او المراجعة بتاعته بتقول انه فيلم كويس. هنا بقى كارز مش هنحلها برضو كل اي جمل فيو مش هنحلها لان جمل الجرامر هتيجي في سؤال الريرايت بس مش هتيجي في الاختيارات زي ما هم قالوا كل دي نفس الجمل اهي. هنا بقى بيقول لي لو ان شخص بيرتعش يبقى شيكينج عشان المعنيين قريبين من بعض شيك وترمبل ولاد عم تمام دي لا برضو بنفس الطريقة كل الجمل اللي فيها القاعدة لا مش هتيجي على هيئة تشوز هتيجي على هيئة اختيارات. هنا بقى اللي شغال في البوليس يبقى ده الديتكتيف تمام خليكم معايا وماشيين بالطريقة دي. بعدين نقط اوف ذا بوك يو ار يوزنج از نيو هاللوحة لناها اللي هي التايتل تمام طيب ماشي. بعدين هنا بقى لو ان شخص حس ان هو ضعيف يبقى هو مش ايه يبقى هو مش سترونج مش قوي دي عكس دي ماشي. هنا بقى بيقول لي وين دو بيبول يبقى سيليبريت الوحدة التالتة عشان شم النسيم بيحتفلوا بيه. ميني كانتريز دول كتيرة عندها كذا وين ذا ستارت اوف سبرينج بيبقى عندها فيستيفال مهرجان في بداية الربيع. شم النسيم از ا نقط داي طبعا سبيشال داي يعني يوم خاص والله جمل هامة جدا على فكرة تخلي بالكم منها. وهنا بقى جمل جرامر طبعا هتبقى ارجروم بس جمل الجرامر احنا هنسيبها بقى علشان مش هي هتيجي في الامتحان بنفس الشكل يعني لو حبينا نبص هنا هناخد الاي دي وهنا هناخد از كيبت بتصريف ثالث وهنا هناخد ار عشان جمع بس ار عشان الصور جمع. لاست لونج تايم طبعا لو احنا حفظنا الحاجه وشلناها استخدم الفعل بريسيرف يبقى تستمر الوقت طويل. بعدين نقط ار كلوزز ذات يو وير فور سبيشال دايز طبعا الملابس دي هي الملابس الخاصه. بتستخدم ايه عشان تشوفه في الليل طبعا الناس بتستخدم الفاير وير لا بتستخدم الفوانيس علشان تشوف بالليل بقى اللي هي اللانترنز تمام. نقط اذا منت 11 يبقى دي ايه دي قبل منتصف الليل دي بقى اللي هي ميد نايت.
بعدين الأطفال لبسوا هيستوريكال كوستيومز اللي هي الملابس الخاصة بزي المناسبات. ميني بيبول لايك تو فريز فود، بيحب يجمدوا الطعام تو نقط ات علشان يعملوا له ايه بريسيرف. هنا بقى الجمل جرامر برضو تمام. كل جمل ماست وكانت في ناحية التشوز دي مش هنشتغل عليها. هنا بقى بيقول لي تيتشرز المدرسين نقط ستيم سكولز، يبقى اكيد انكارج بيشجعوا الطلبة تمام. هنا بقى بيقول لي جراند فازر جد بقى هاز نيفر بوت كذا، عمره ما اشترى كذا عشان هو ما عندوش كمبيوتر يبقى مش هيشتري اي بوك بقى. ترافلرز وونت فري، كانوا عايزين فري واي فاي في المطار طبعا او في الايربورت المطار. ايوه اي دونت لايك نقط بيكوز اي دونت انجوي ريدنج، يبقى برضه الاي بوك ما بيستمتعش بالقراءه اونلاين يبقى ما بيحبش الاي بوك. حسن يوزد هيز كذا تو فايند اوت، يكتشف وات تايم ذا ميوزيوم اوبن، يبقى استخدم الايه بقى السمارت فون الهاتف الذكي عشان يعرف هيستخدم امتى عشان يكتشف وات تايم الوقت بقى بتاع الايه بتاع المتحف لما يفتح. عايزه الطلبه استخدموا ايه بقى من الاكسبرمنت من التجربه عشان يرسموا جراف، يبقى استخدموا الداتا اللي هي البيانات. بعد كده وي كان يوز ذا انترنت، بنستخدم الانترنت ان ذيس كافيه علشان الكافيه ده فيه واي فاي تمام. بعدين منال جمل جرامر بقى لا مش هنركز عليها. وين يو هاف فيري سبيشال سكيلز، لما يكون عندك مهارات خاصه يبقى انت كده شخص اكسبيرت اللي هو خبير. طب عشان نقط تو جيف اول يور اتنشن، اتنشن ده تركيز، يبقى احنا محتاجين فوكس اللي هي يركز. You have been working very hard today. Mom, you not be tired. جملة جرامر طبعا هي تبقى ماست عشان اكيد مامته تعبانة عشان شغالة طول اليوم. جملة جرامر برضو. بعدين هنا I want to buy a كذا because it's easy to carry around. طبعا يبقى ده بيتكلم على اللابتوب بسهل انك تشيله. العلماء بقى عملوا ايه للنيو ميديسن دواء جديد، يبقى هم ديفولوبد بقى ديفولوب يطور. ذات نقط حسن اكيد عجلة حسن او مستحيل، طبعا هي تقريبا مستحيل عجلة حسن. جملة جرامر برضو، كل جملة جرامر دي هنسيبها لانها مش هتيجي على الصورة دي. الوحدة الخامسة بادئة بجرامر على طول، ما جابش كلمات عليها. ووز ايبل وير ايبل فاير فايتر سجال المطافي، بيقول لي ووز هنا في الماضي يبقى كده عايز ياخد وير ايبل. وهنا هياخد كود. بس هي زي ما قلنا مش هيجي بالصوره دي، فهنضطر نسيب ده كله ونشتغل على اسئله الكلمات. الجينيوس العبقري يقدر يعمل سامسونج ايه بقى؟ سامسونج نقط زان موست بيبول، سامسونج بيتر زان، يقدر يعمل اي حاجه افضل من باقي الناس. يو يوجوالي دو اسام، انت بتحل مساله ان نقط ان ايه بقى مساله، يبقى في ماده الرياضه. لو ان الشخص بيشتغل في الكمبيوتر كذا اكيد الكمبيوتر بروجرامنج اللي هي برمجه الكمبيوتر. اي نوت تو رايد ا بايك انتل اي ووز 7، جمله جرامر برضو طبعا اي ووزنت ايبل تو. بعدين جمله جرامر هنا بقى الاسليت الرياضي حصل على كذا عشان فاز بالسباق، يبقى حصل على ميدال. وكل الطلبه بقى جيتس حصلوا على كذا فور كمبيوتر يونيفرستي كورس، يبقى حصلوا على ديجري اللي هي درجة علمية. ديجري فور كومبليتنج عشان كملوا الكورس يعني هتبقى ديجري. بعدين سبورت ستيم فريق الرياضة مايت وين احتمال يفوز بيه، يفوز بالايه بقى بالتروفي اللي هو الكأس. هنا بقى بيقول لي ستودنت جيتس نقط فور جود ريزلتس، الطالب حصل على كذا للدرجات العالية. اكيد الطالب هنا بقى فور نتائج كويسه، يبقى ان اورد منحه او جايزه. هاو كويكلي كان يو ورك اوت، ازاي تحل الاجابات يعني تو ذيس ماسز سامز المسائل دي. وين اي وست ان لما كنت 10 اي كود، يبقى هاخد المصدر بقى اللي هو سويم تمام. دي جمل جرامر. اللاعبين حصلوا على اكيد ميدلز ديورنج ذا ماتش، جمل جرامر هنسيبها. بعدين my sister was very polite، كانت مؤدبة. not she is very active، نشيطة بالإضافة يعني، يبقى عايز فرسر مور هو هنا. my father always goes to work on time، not he does his work well، يبقى in addition عشان جمل ربط.
in addition to بتاخد بعدها الجيراند اللي هو الفيرب اي ان جي. there were some طول نقط who were waiting. طول هنا بقى جمع يبقى عايزين كلمة جمع اللي هي بيبول ناس. my cousin are both excellent swimmers. ولاد عمي بقى بيقول both كلاهما excellent سباحين كويسين. النقط يبقى in addition بس علشان تو موجودة. برضو دي تمارين على الجرامر في بداية الوحدة الستة. كل دي جرامر هنسيبها طبعا ونحل تمارين الكلمات بس علشان اخر واحدة كلمات اهي. المصريين دايما بيستخدموا النيل طبعا تو ترانسبورت عشان ينقلوا البضائع. المصريين كانوا قادرين ان هم يحركوا ورق البابيروس ورق المراكب اللي هي معمولة بورق البردي باستخدام طبعا المجداف. بعدين المصريين اخترعوا الشراع لكي يخلوا السفينة تتحرك بسرعة لما ايه اللي يهب. طبعا اكيد الويند اللي هي الرياح بتهب. انا بشعر دايما بالمتعصب قدام عند الامتحان الفعل فيل هنا عايز يقول لي متعدي ولا غير متعدي. I feel nervous during the exam. طبعا يبقى ده انترانسيتيف ده فعل غير متعدي يعني لازم. بعدين I not for an hour every day. هنا بقى ايه بقى walk for an hour every day. walk it walk for it walk at it. لا walk بس تمام. Mr. Jones never smokes بس برضو عشان ده فعل لازم ما بياخدش مفعول. بعدين هنا بيقول لي في القرن ال 19 الباورفول شيبز السفن الباورفول دي كانت قادره ان هي تسافر باستخدام الاويل. وات از ذا نيم اوف ذا كذا هو ميد ذا فيرست راديو. يبقى انفنتور مخترع. وين ووتر بويلز لما الميه تغلي احنا بنشوف ستيم اللي هو البخار. ذا فيلم ووز كذا اي ريلي لايكد ات. طالما انا حبيت الفيلم يبقى الفيلم ده كان فانتاستيك يعني رائع لان كل الايدي ده خاص بالاشخاص. ذا نقط جوت انتو ذا بوت ركب المركب يعني واستخدموا الشراع ومش عارف ايه. يبقى ده الشخص البحار اللي هو السيلر. زير وزن ويند ما كانش فيه رياح عشان كده استخدموا الايه المجاديف علشان يجدفوا بيها. هالاس كازن از فيري جود كذا شي وانتوز تو كومبيت ان ذا نيكست اولمبيك جيمز. يبقى ده اسليت شخص رياضي طالما عايز ينافس في الاولمبيات. طالما في رقم كبير 20,000 يبقى دول كده قصده على المشاهدين اللي هم السبكتيتورز. مريم حصلت على كذا فور ويننج ان هي فازت بالسبورتس كومبيتيشن. يبقى حصلت على تروفي كاس عشان دي موديل وليست ميدال. مين اللي وقف المباراه وبيقدر يوقفها في اي وقت هو الريفري الحكم. الفريق بتاعنا بيلعب كويس بس الاور كذا ار بلاينج بيتر. الخصم بتاعنا بقى اللي هم الاوبننتس. بعدين اقعد ستي ات ذا نورث هوتيل اقعد في الفندق ده. اتس نيور اجدد من الجنوبي. نقط ومع ذلك بقى يبقى هناخد فرصر مور ليس اكسبنسيف يعني اقل غلاء. ماي از ا بيتر تايم وقت كويس عشان تزوري انجلترا اكتر من اوجست. نقط ذا ويزر از كولر. يبقى هنا ذير ارنت ميني تورستس. يبقى هو افضل وقت. يبقى هنا عايز تناقض بقى ومع ذلك الطقس بيبقى ايه ابرد. There aren't many tourists. يبقى ازاي هو بقى May is better time is a better time to visit England than August. يبقى عايز تناقض. باسكت بول popular sport. Not I prefer tennis. طبعا هنا تناقض برضو هوفر ومع ذلك انا بفضل التنس يعني بيشكر في حاجة وبيفضل حاجة تاني. علشان تلعب تنس you have to hit the ball. يبقى انت مضطر انك تضربها. لو انت بقى عاوز تبقى متفرج او رياضي you not to obey tickets. يبقى must لازم تقطع تذكرة عشان تتفرج لو انت جمهور. يبقى انت مضطر هنا تمام. لو انت الحكم هتبقى مضطر انك انت تعمل ايه if something right or wrong. يبقى انت decide مضطر تقرر بقى الحاجة دي صح ولا غلط. before tennis players use the rackets. قبل ما يستخدموا الراكت they had to. طبعا كل ده كل ده على الجرامر هنضطر نسيبه ونركز في جمل الكلمات لان الجرامر هيجي على rewrite فقط وليس كلمات.
كان وي تيرن وليس تشوز كان وي تيرن اون، ممكن نفتح النور، انا مش شايف، اشعل ده يعني ان ايه بقى ده اشعل، بيقول لي لايت هير، لايت هير معناها ايه بقى؟ وي كان تيرن اون ا لايت، يبقى معناها لامب اللي هي مصباح، ممكن تيجي بالشكل ده. حلوه، جمله حلوه. الشنطه الى حد ما خفيفه، لايت هنا معناها ايه؟ نوت هيفي، مش تقيله، تمام. وين وي كامبينج، لما نعسكر، هم هاتوا نقط افاير، هنا لايت بقى اللي هي تيجي بمعنى يشعل نار. وات تايم داز ات جيت كذا ان ذا مورنينج، داز ات جيت اهي لايت اللي هي تضيء، اللي احنا حليناها شاين ورا، قلنا تنفع لايت برضه، هي جت لايت اهي. كان يو تيرن ذا كذا اون، اكيد اللايت برضه اللي هي الايه اللمبه. بعدين بيردز كان فلاي ايزلي، الطيور ممكن تطير بسهوله، بيكوز زير بونز، عشان العظام بتاعتهم فيري ايه لايت، خفيفه. كل دي استخدام لمعاني. أميرة هذا بروبلم ويز هير انترنت بروجكت، فبتقول له وات ذا ماتر أميرة، لأن أمها بتقول لها ولا صاحبتها بتقول لها إيه الحكاية، فهتقول لها طبعا الكلام اللي فوق ده، هتقول لها أي في الأول، بعدين أي هاف ا بروبلم، ونكمل الكلام اللي فوق، أي هاف ا بروبلم. I have a problem with، ونكمل بقى with the internet اللي هو موجود فوق ده. I have a problem with the internet، هنا هو كده، تمام. بعدين سألتها سؤال، قالت لها I find it difficult، أجد من الصعب، فهتقول لها إيه بقى؟ Let me see if I can help، خليني أشوف كده يمكن أساعدك. Let me see، خلينا نشوف يمكن اساعدك. قالت لها I find it difficult، اصل هي سالها وات ذا ماتر، فهتسالها وات ذا ماتر تاني، يبقى هنضطر نغير الطريقه، تمام. هو هنقول لها وات ذا difficult، وات ذا بروبلم برضو ينفع. بعدين سالتها سؤال كمان، قالت لها ذا ترابل از، يبقى احنا هنا ناخد دي كده، طالما الكلام كله على الموضوع ده، ان احنا ناخد دي نحطها هنا، ونكتب هنا وات ذا بروبلم برضو، تمام. في الاخر هتقول لها ثانك يو. نيجي بقى للمواقف، بيقول لي يور فريند، صاحبك، هذا بروبلم سينج ذا اي دي اندينج اور فيربس كوركتلي، يبقى صاحبك هنا عنده مشكله، فهو عنده مشكله كذا كذا كذا، بيقول لك كذا كذا، فانت هتقول له ايه؟ هتعرض عليه المساعده. يور فريند هذا بروبلم، عنده مشكله سينج ذا اي دي اندينج اوف فيربس كوركتلي، بيقولهم يعني بطريقه ايه صحيحه، فهنقول له احنا ايه، كان اي هيلب يو، اسهل حاجه بقى انك تقول له كان اي هيلب يو، نعرض عليه المساعده، او ليت مي سي اف اي كان هيلب، اي صيغه. يور سيستر از فرايتند اوف فلاينج، هي خايفه من الطيران، انا هطمنها بقى مثلا واقول لها ايه، واقول لها دونت وري، ما تقلقيش، it is safe، انه امن يعني، تمام. طيب your friend صاحبك عاوز يتعلم تشيس، شطرنج، but it's quite hard to understand the rules، الى حد ما صعب ان هو يفهم ايه القواعد، يبقى انا هقول له ايه؟ the problem is او the trouble is، يعني التعبير ده the trouble is، واروح قايل له ايه اتس كوايت هارد، المشكله انه از دي، بعدين اقول له كوايت هارد تو اندرستاند ذا رولز، ماشي. بعدين يور براذر، اخوك بقى، وانتس تو سند، عاوز يبعت ايميل لاصحابه في انجلاند، بات هي كانت ريمبر زير ايميل، بس مش فاكر الايميل بتاعهم، تمام. فانت هتقول له ايه؟ ليت مي سي اف اي كان هيلب، ماشي، اللي احنا قلناها من شويه، ونكمل. طيب الريرايت بقى، عاوزنا نستخدم اهو ده بقى، هو اللي هيجي في الامتحان على ناحيه الجرامر. بيقول لي ماجدا لايكس تو بلاي تنس، عايز بلاينج، انت هتشيل 2 دي، تمام، وتحط بلاينج بدل بلاي، بس علشان هي لايكس بتاخد بعدها الاي ان جي، تمام. طيب ليرنينج بقى، بيقول لي ماي سيستر فايندس ات ايزي، تجد من السهل تو ليرن نيو لانجويج، هنا بقى هنبدا بكلمه ليرنينج دي، هنحطها زي ما هي تحت كده اهو بدل ليرن، ونكمل ايه جملتها، يعني نقول له ليرنينج نيو لانجويج، ناخدها كده زي ما هي، نكمل بيها هنا، ونجيب من اين هنا ايه بقى ليرنينج نيو لانجويج از ايزي، يعني كل اللي هتضيفه كلمه از ايزي،
اهو is easy. تمام. طيب listening دي الجملة اللي هي ليها قاعدة طويلة وفيها زيادات وبتيجي في الامتحان زي ما هي كده. هو بيقول لي listening فانا مضطر ابدأ بمين؟ ب does. ان انا هقول له does وبعدين اجيب listening does listening to music اكمل الجملة بتاعتها. هل الاستماع الى الموسيقى make you feel happy؟ هل استماع الموسيقى خلاك تشعر بالسعادة؟ traveling بقى هاجي على travel هنا اروح حاطط بدلها traveling بالشكل ده اهو. اخد traveling احطها بدل travel كده واكمل جملتي عادي. يبقى هقول ايه؟ traveling by train. traveling by train اخد دي زي ما هي ابدأ بيها الجملة. traveling by train is always هو بيقول لي اكتر من الباص بقى. يبقى لا ثواني ارجع تاني علشان الجملة غير الطبيعي. هو هنا بيقول لي في انجلترا it's always more expensive to travel by train than a bus. يبقى traveling by bus is cheaper than traveling by train. traveling by bus يعني هبدأ traveling دي واجيب بعديها by bus. ماشي. طيب لو انا هقول ايه؟ لو انا هقول by train بقى. طيب خلينا انا في by train زي ما انا كنت هعملها. هقول traveling by train كده اهو وابدأ بيها واروح جايب ايه بقى من اول از هنا واكمل از مور اكسبنسيف كده اهو وبعدين اجيب زان باي باص بالظبط كده. تبقى ايه اتحلت بالطريقه الثانيه.